امثل على السريع ام امشيها. قال علي صلوات الله وسلامه عليه: الامام بمقدار اللي عقلي انا وامثالي نفهم يقرب المعنى. يقول: كان اكو شخص عنده 3 اصدقاء، صديق حاط كل عمره عليه، كل يوم يروح يعطيه اللي يقدر يخدمه. صديق ثاني هذا كان بالاسبوع مره بعض الاوقات يصل احواله، بس مو مثل الصديق الاول. صديق ثالث هذا كان مدب منده يروح يقول شلونك. يوم من الايام اجوا يردون هذا الانسان صاحب الثلاث اصدقاء ياخذوه الى محكمه، رافعين عليه قضيه. راح خايف، راح عند الصديق الاول، قال: يا صديقي، قلت الكويتيين الصديق عندي الضيج، يلا ياخذوني ساعدني. قال: مع الاسف انا كل شيء ما اقدر اخدمك، اذا تريد اعطيك دشداشة عندي. دشداشة تسوي بيه اكثر من دشداشة معي. هذا المبارك
نسله الحسن الزكي وخصيمه من للدماء مصاص يا رب يا رب صل على الإمام المجتبى يا رب صل على الإمام المجتبى فهو الشفيع وللنجاة مناص صل على آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هدية إلى روح إمامنا وسيدنا وعظيمنا وشفيعنا سرة رسول الله الأكبر سيد شباب أهل الجنة الإمام الهمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام. ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. يفرح هذا الملا بعيدهم ونحن أفراحنا مآتمنا. بمجرد أن نريد نفرح ويصير عندنا عيد تغص علينا اللقمة في الواقع بهذه الجروح التي تدخل على هذا الشعب المظلوم، وما لنا إلا أن ندعو للشهداء ولشفاء المرضى والمجروحين. هدية لجميع الشهداء المؤمنين في العراق وأخص أعزائي وإخواني الصائمين في هذا اليوم الذين قطعوا ظلما وعدوانا وجورا بيد الظالمين، سود الله وجوههم في الدنيا قبل الآخرة. هدية لأرواح الشهداء السعداء في القدس وفي النجف الأشرف وفي كربلاء المقدسة وفي باقي المدن الذي أخبروني مدن كثيرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم برحمته. هدية لأرواحهم الطاهرة. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى يمثل، وما أحلى الأمثلة في القرآن. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. قبل هذه الآية المباركة في سورة إبراهيم الله سبحانه وتعالى يذكر عن لسان إبليس. الشيطان يوم القيامة يتكلم مع أصدقائه. من هم أصحاب الشيطان؟ أصدقاء الشيطان هؤلاء الذين يسفكون دماء البشر، هؤلاء الظلمة، بقايا البعثيين اللعناء سود الله وجوههم في الدنيا قبل الآخرة، بقايا أبناء بني أمية في هذا البلد، والذين يحبون سفك الدماء، مصاصين للدماء، سفاكين للدماء، أبناء العاص، أبناء أمية، هذول الفسق الفجر سود الله وجوههم. وإن كان العاص أبتر وما عنده أبناء، ولكن هذه الزمرة الظالمة هذول الله سبحانه وتعالى يذكر بالقرآن يوم القيامة الشيطان يحشو إياهم.
وقال الشيطان لما قضي الأمر، دققوا كلمتين، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إلى آخر الآية. بعدين يذكر هذه الآية: ألم تر كيف ضرب الله مثلا. الله سبحانه وتعالى يجيب مثال للوعد الحق الذي نفس الشيطان أيضا يستشهد يوم القيامة بهذه الكلمة، وهذه الكلمة مقبولة. الله سبحانه وتعالى وعده حق لا يخلف الميعاد. هذا الوعد الحق إن شاء الله قريب، إن شاء الله يجي. يعني مستحيل إخواني القرآن يقول كلام وما يصير، لأنه كلام الواحد كلام الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يوم من الأيام الإسلام ينتشر على الأرض، إسلام رسول الله، إسلام أمير المؤمنين، إسلام الإمام الحسين، هذا الإسلام الطاهر. هذه الأوساخ اللاصقة بهذا الدين يوم من الأيام كلها تحترق، والدين يظهر جلاء للعالم، الناس يعرفون كلمة الله. الآن إذا تريد تشوف المثال القرآني يمثل هذا المثال إلى يوم يبعثون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وين الكلمة الطيبة بعد ما يقول إن الله وعدكم وعد الحق؟ وين هذا الوعد؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يقينا هاي الإرادة تكوينية. يوم من الأيام العالم يعيش تحت راية العدل وتحت راية الله سبحانه وتعالى. الناس ينتشر بين البشر كلمة الإيمان وكلمة الحب لله سبحانه وتعالى. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. هاي الشجرة بها صفات، شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني شنو الشجرة الطيبة؟ شنو الفرق بينه وبين الشجرة الخبيثة الذي أيضا نبث هذه الآية من بعد تذكر الشجرة الخبيثة؟ نخلي لك شعار آخر. الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة. الشجرة الطيبة هي الشجرة التي كل شيئها طيب، أغصانها، أوراقها، ثمارها، جمالها، النظر إليها كلها طيب. ذرة من هذه الشجرة لا تصرف هباء، كلها فوائد. طبعا البعض يجيبون هذا المثال على النخلة. النخلة عمتكم النخلة، النخلة كلها فوائد، جذورها، جذعها، أغصانها، الكرب، العتق، التمر، أوراق الأغصان، الخوص، كلها فوائد. هذا نظر. المثال المادي: الشجرة الطيبة منظرها جميل، رائحتها حتى طيبة. هاي أشجار الجنة رزقكم الله وإيانا إن شاء الله يوم القيامة. شجرة الجنة فيها روائح طيبة، رائحتها طيبة، كل جمال، كل طيب. الشجرة الطيبة، هذه الشجرة الطيبة إنها جذور. تعرفون كل ما الجذور تكون أقوى أكثر الأغصان أكثر. أصلاً أكو نظرية في الزراعة يقولون قدرة الأغصان من قدرة الجذور. إذا الجذور مهما تكون الجذور كثيرة الأغصان كثيرة، أو تقريباً أكو تناسب بين كثرة الأغصان وبين كثرة الجذور. الجذور لما تكون طيبة الأغصان طيبة، أصلها ثابت هاي الجذور، فرعها في السماء. الأغصان لما تجي إلى السماء كل ما ترتفع أكثر صفات طيبة أكثر بيها. أولا تأخذ النفس الطلق، النفس يعني الهواء الملوث يكون في الطبقات الأرضية السفلى. الطبقات الأرضية العليا فيها الهواء الطلق، إذا
إذن هاي الأغصان كل ما تكون أعلى تأخذ النفس بواسطة الأوراق أفضل وأنظف، كل ما تكون أرفع تأخذ الهواء من كل الجوانب، بعد ماكو جانب يحجز بين الأشجار وبين الهواء الطلق. واحد، تأخذ الأغصان العالية نورا أكثر، والشجرة التي تأخذ النور الأكثر من الشمس هذه الشجرة ثمارها تكون أكثر ناضجة، نور أكثر. إذن البكتيريا وأمثال ذلك أيضا تموت على الأغصان التي ترزح في أشعة الأنوار. الأغصان لما تكون أعلى ما يوصل لها الغبار أو تلوثات الإنسان، ربما الإنسان يشعل نار بالحطب، الدخان ما يوصل إلى الطبقات العليا من الأغصان، كل ما الغصن يكون أعلى التلوث أقل، أنظف، أجمل. هذه الدقيق فيها، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، سنوصل أو نجي إلى المثال، كشجرة طيبة كل شيء فيه طيب، أصلها ثابت، الجذور ثابتة وفر. نجي إلى الجذور، العجيب الأشجار بيها حركة خلاف جاذبية الأرض. تعرفون المياه لما تجي على الأرض، الأرض تجذب هذه المياه إلى الطبقات السفلية، هذه الطبقات السفلية تأخذ المياه إلى جوفها، ولكن الشجرة تسحب المياه من الجوف إلى الأعلى، وما تخلي المياه تروح تكون راكدة في جوف الأرض، تسحبها وكلها فيها فوائد. شبت قضية على السريع أذكرها الآن ليلة الميلاد، وقت ضيق، ولكن قضية عجبتني في واحدة من المجلات. في اليابان، اليابان الأراضي الخصبة الزراعية فيها قليلة، عندهم بعض الأراضي الرملية تنبت فيها الأشواك، كاتب هاي المجلة. زين فكروا شلون يستفيدون من هذه الأشواك؟ الشعوب المتقدمة هكذا، الشعب الياباني شعب كافر وثني، ولكن بنفس الوقت شعب مفكر عاقل، يستفيدون من كل شيء. اليابانيون الآن يصنعون نوع من الخشب الاصطناعي بواسطة قشور الباقلاء، أصلا هاي أشياء احنا ممكن ما نفكر بها، إن شاء الله يوم من الأيام أيضا شبابنا يكونون مخترعين ومكتشفين ويفكرون أكثر، بدل الجلوس في المقاهي وتدخين السيجارة وما أدري الجلوس ورا الشيشة والنرجيلة وأمثال ذلك. فكر، اسمحوا لي إخواني أقول لكم هذه القضية بين قوسين، لا نزعل. ليش إسرائيل تقدمت؟ 3 ملايين يهودي ليش يلعبون بخلقة العالم؟ فكروا. وليش احنا شعوب شبينا احنا ليش متأخرين؟ انت يوم من الايام سمعتوا في اسرائيل اكو مقاهي؟ اسرائيل واحدة من الدول التي ما تهتم كثير بالرياضة، تعال شوفي بلاد يقيمون الدنيا ويقعدوها كرة دخلت بالجول، الله، إذاعات، تلفزيونات، دقوا رقيص، دخلوا بالجول. سمعتوا إسرائيل هالشكل؟ يا ريت شعوبنا تلعب كرة، لا، برشلونة ضاربة مدريد، هذول يضاربون بالبصرة. هذا فكر بي، ليش إسرائيل تقدمت يا عراق؟ بالثمانينات شفت في مجلة لبنانية في إسرائيل، قلت أحد لا يزعل من كلام الحق، شوف عدوك شلون يتقدم، وين المفكرين في هذا البلد؟ في إسرائيل 2000 مؤسسة فكرية موجودة. يعني شنو مؤسسة فكرية؟ من المحيط إلى الخليج بلاد المسلمين مؤسسة فكرية واحدة، ما أصلا ممكن تضحك تقول شنو المؤسسة الفكرية؟ إسرائيل بخل كبر، كل إسرائيل بقد حدود البصرة ما تصير، فيها 2000 مؤسسة فكرية بالثمانينيات، الآن بكثرت. شنو يعني المؤسسة الفكرية؟ المؤسسة الفكرية يصنعون صالونات، هاي يعني قاعات
في هذه القاعات إذا الجو صيف يخلون وسائل التبريد، وإذا والجو بارد يخلون وسائل التدفئة. واحد، يزودوهم بالصيف بالمشروبات الباردة، بالشتاء بالمشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي والكابوتشينو وامثال ذلك. زين، مؤسسات فكرية، يجون شباب إسرائيل، أي شاب في هذه المؤسسة معزز مكرم يقعد مكان بارد أو مكان دافي، يشرب المي، يشرب القهوة، يشرب الكابوتشينو، أكو أمامه ورقة وأكو أمامه قلم، بس يقعد يفكر كيف نقدم الدولة الصهيونية بالعالم، يشير يكتب أفكاره بس، ساعة ساعتين ما عنده شغل، يقدم بلده، يكتب أفكار، آراء، تيوري يقولوا له، يعني نظريات. يطلعون ذول الشباب، كل مؤسسة فيها رئيس، رئيس المؤسسة يجمع هاي الأفكار شهريا، جلسات بين رؤساء المؤسسات، كيف نقدم بلاد بني صهيون. ما شاء الله، مثل شبابنا ما شاء الله. روح بالقهوة شوفوا، رجل على رجل ضارب لدارغة وكأنه فاتح للمريخ، وبيده هاي الشيشة والمعسل اللي ما أدري شنو بيه من المواد السامة. شباب بعمر الورود بيدهم الحشيش، حشاش، ما شاء الله ما شاء الله. دخل بالبيت شاف أمه اللي تشتعل، قال ما شاء الله أم منورة اليوم، ما شاء الله حشاش. شايفين الحشاش شلون يعيش؟ هاي بلادنا، هاي بلادهم. في بلادي، في بلادي يترك القرآن جهرا، حيث للأنظمة الغربية الدولة الضرة. هاي بالستينيات قالها أحد المراجع الكبار المرحوم الإمام الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، بالستينات هذاك اليوم. في بلادي، في بلادي يترك القرآن جهرا. مو هذا القرآن يناديكم يا أهل العراق، يا رؤساء العراق، يا رئيس جمهورية العراق، يا رئيس وزراء العراق، يا وزراء العراق، الله اللي خلقكم، قرآن الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. عندكم عقل لو ما عندكم؟ إذا عندكم عقل القاتل قتلوه، بشر القاتل بالقتل، القاتل القاضي المحترم يطلع حكم إعدام، يدخل من هالباب يطلع من ذاك الباب. إلى متى؟ 7 سنين بس قتلت صدام، عليه اللعنة وسوء العذاب، واثنين ثلاثة وياه أسلامه، وين البقية؟ مو هذول الظلم اللي العام هنا، مدير شرطة البصرة إلي قال ألقينا القبض عليهم، وينه؟ قال سلمنا البغداد، وينه؟ شرد من السجن بأي دولارات؟ ليش ما تسمعون كلام الله؟ انتوا عايشين في مجتمع مسلم ولا في مجتمع ضد الله؟ ما أدري. ولكم آية قرآنية، أحد لا يزعل من كلامي، شنو ما أوقع على إعدام؟ منو أنت حتى ما توقع؟ الله يوقع، أنت ما توقع، أنت ضد الله، لا إله إلا الله. ناس صايمين، كهرباء ما عندهم، مي ما عندهم، أكل ما عندهم، فوق حقه دقة وتفجروهم، أنت تقطعوهم، ليش؟ شنو ذنبهم؟ بهالحر صايم رايح على باب الله يجيب له لقمة الطعام لأهله، ليش يفجر؟ شنو ذنبه؟ لا نخلي كل الذنب على الغير، بس مالك منك يا لوحة، من عندنا المشكلة؟ عدو ربكم يقول، مو كلامي، ولكم في تريدون تكونون أحياء أو أموات، الموت في حياتكم مقهورين والحياة في موتكم قاهرين. هذا أمير المؤمنين ينادي يقول رووا سيوفكم من الدماء، ترووا من الماء. هذا خطاب غير أهل العراق،
الذلة. وين العمل؟ ليش الناس الشكل اليوم مفجوعة قاعدين بالكوت الآن بكاء دماء؟ كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، مدينة أمير المؤمنين، عاصمة العالم الإسلامي، مركز الحوزة العلمية، مفخرة الحوزات العلمية، ليش الناس قاعدين مقطعين؟ ليش؟ شنو ذنب؟ شنو ذنب؟ لأن ما سمعنا كلام الله. الله يوقع يقول القاتل قتلوه. الأخ يقول أنا ما أوقع لأنه أريد أصير غربي. الغربيين يضحكون علينا، الغربيين يضحكون على نفسهم. الآن بريطانيا مشتعلة نار، ليش لا يقتلون الوادم؟ لأن يردون حياتهم. احنا ليش تاكلين؟ صلوا على محمد وآل محمد. اسمعوا كلام الله، اسمعوا كلام الله، اكثر من هذا ما اقول. سني، شيعي، كردي، تركي، شافعي، اموي، شنو انت؟ اسمع كلام الله بس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أصحاب العقول، المجرم قتلوه، ما تقتلون يوم على يوم. أمير المؤمنين عليه السلام ذاك اليوم صرح: من أمن العقوبة أساء التصرف. مرتاح يتشتل بالوادم، يأخذوه يطلع الحزب المبارك ماله، يطلعه ما عنده مشكلة. وهالشكل الشعوب تروح، يتنازع المستعمرون، وإنما كبش الفداء شراذم وشباب. ما تشد حب ليلة ميلاد الإمام الحسن عليه السلام، هالشكل أحكي وياكم ليلة فرح الليلة، ولكن والله عين تبكي وعين تفرح. من طرف: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، وعجنوا بماء ولايتنا يفرحون لفرحنا. أريد أفرحكم، جزاهم الله خير. أخونا العزيز الشيخ محمد الطاروطي، عزيزنا أبو علي الناصري، عزيزنا ملا جليل، فرحوكم. من طرف أني هم قلبي مجروح، يا أخي ذول إخواني، أخواتي، بناتنا، أولادنا، رضعنا، أو ليش؟ ليش يقطعوا؟ إلى متى؟ إلى متى؟ كنا بالمدرسة الابتدائية يعلمونا من الصغر: إلى متى يبقى البعير على التل؟ إلى متى؟ إلى متى هالشكل؟ أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة، الكلمة الطيبة. وقت ضيق إن شاء الله، الليلة القادمة أكثر راح أشرح حول هاي الآية المباركة. كلمة طيبة كشجرة طيبة، الجذور، هذه الجذور تأخذ الماء من الأرض. أرجع إلى قضية اليابان. باليابان كشفوا باكتشاف جديد. إجا قعد مفكر ياباني فكر: ليش هذه الأشواك فوق التلال الرملية خضرة؟ هاي منين تتغذى؟ منين تشرب المي؟ المي ينسحب إلى جوف الأرض، مياه جوفية. كان كلامنا هنا، الجذور شلون تسحب الماء من الأرض؟ قرآن يقول ولكن الغير يعمل. فكر، شاف فوق الجبال الرملية، فوق التلال، بالأراضي المالحة أكو جذور خضرة. طلع جذور هذه الأشواك، شاف الجذور في أراضي يابسة، ولكن الشوك خضر، والخضار ما يجي إلا عن طريق الماء، يأخذ النور والكلوروفيل من الشمس. ولكن أصل القضية الماء منين؟ بعد التي والتي والدقة شاف أشواك، نوع من الأشواك، هذه الأشواك تسحب، عندها جاذبة تسحب المياه الجوفية من عمق 20 متر. يعني الشوك فوق، من عمق 20 متر تسحب الرطوبة. الله سوى عملين. العمل الأول سوى تركيب، ممكن دارسين وتدرون هذا الشيء. بعض الأوقات نحن عند بعض الفواكه مركبة، مثلا يخلي نواة البرتقال في النارنج، يعطف فاكهة ثانية. هذا إجا سوى تركيب من العجائب، جاب نواة الرقي
القيم اسمه لين من الليالي قلت بالبلاد العربية كلمة الرقي ما حد ما ينطقه بالصحيح. الرقي باللغة العربية بالكتاب اللغة اسمه دابوعة، ولكن دابوعة في بلاد المسلمين في بلاد العرب، العرب ما شاء الله أكثرهم يتكلمون بغير عربي. بالعراق يقولون رقي، في سوريا يقولون بطيخ، في لبنان يقولون بطيخ صحيح، في البحرين ومسقط يقولون جحة، في السعودية يقولون حبحة. وين اللغة العربية؟ ضاعت. هو اسمه شنو؟ دابوعة. جاب نواة الدابوعة ركبها في جذور الشوكة، هذه الشوكة قام تسحب المي، وهاي النواة قام تعطي من هذا الدابوعة الكبار الممتاز. هذا العمل. العمل الثاني اللي أعجب، وممكن شايفين بالتلفزيون، أنا شفته وممكن شايفين في الأفلام العلمية، جاب قوالب مكعبة، خلى هاي الدابوعة الرقية في وسط هذا القالب المكعب، فقام تطلع الدابوعات مكعبة، رقي مكعب، حتى مكان أقل يأخذ، بشكل فني عجيب. ما علينا، أريد أقول لك شعوب العالم شلون يتقدمون، وهذا ممكن مستفيدة من هذه الكلمة، لأن جذور الأرض تسحب الماء من المياه الجوفية من الأرض بخلاف قوة الجاذبة. الشجرة إذا كان جذورها قوية أصلها ثابت، الفرع يصير أقوى فرعها في السماء، مع التفاصيل اللي قلت، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، دائما تكون خضرة. قلت البعض يمثلون النخلة، لأن النخلة دائما تكون خضرة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الناس ينسون بعض الأمور، الله سبحانه وتعالى يجيبكم المثال حتى تتذكرون. الذكر اللي أنا الأولى من المجلس هنا نتكلم حول التذكر والتفكر والتعقل، التذكر يتذكرون، يعني بعض الأشياء الأنبياء عليهم السلام يذكرون الناس بالنعم المنسية، يتذكر. عجيب الله سبحانه وتعالى شلون خلق. هنا من باب تشبيه المعقول بالمحسوس، القرآن يجيب مثال محسوس مقابل كلمة المعروفة. ما هي الكلمة الطيبة؟ قول، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، هاي الكلمة الطيبة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ الليلة القادمة إن شاء الله أكثر راح أشرح. القول الثاني، الكلمة الطيبة هم محمد وآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الشجرة الطيبة شجرة رسول الله أصلها ثابت، أنا وعلي من شجرة واحدة. إخواننا السنة هم ذاكرين هاي الرواية، وسائر الناس من شجر شتى، وأحله محل هارون من موسى، فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. الشجرة الطيبة هو رسول الله، هو أمير المؤمنين، هي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. بما أن الليلة ليلة عيد الميلاد ووقتي جدا محدود، أريد شوية أفرحكم إن شاء الله وأفرح نفسي، وأبارك لكم هذا العيد، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحشر شهداءنا الأبرار مع إمامنا الحسن المجتبى إن شاء الله على مائدة كريم أهل البيت هذه الليلة، وأن يمن على الجرحى والمرضى بالصحة والعافية والشفاء إن شاء الله. أنا كاتب بعض الأبيات، هاي الأبيات مقدمة أقرأها بعدين أريد تباركون. ما شاء الله لما ترفعون ورودكم أشوف قدامي روضة من رياض الجنة، روضة الورد، روضة الورد. ماشي. ارفعوا ارفعوا هاي الروضة، خلي العالم يشوفون ألوان أزهار ما شاء الله أمامي، روضة من رياض الجنة ما شاء الله. وبعدين لما تقول يا علي أخذ إيدك على اليمين، من أنا أخذ على اليمين، قول يا علي ليش؟ ها علي يعادل اسم يمين، يعني علي 110 بحروف الأبجد، يمين 110 بحروف الأبجد، أصحاب علي هم أصحاب اليمين. لما تتوضى مستحب تقول اللهم أعطني كتابي بيميني. بعد أكو دعاء ثاني، والخلد في الجنة.
الجنان بيساري. الآن روح على اليسار، روح على الصوم. ها ها ما شاء الله، روضة الورد تتحرك. كتاب الخلد يوم القيامة يطلقون كتابين، كتاب بيمينك. علماء السنة كاتبين قال رسول الله عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا الكتاب بيمينك. أكو كتاب ثاني بشمالك اسمه كتاب الخلد، والخلد في الجنان بيساري، هذا ما بتأخذ على اليسار. من هم الخالدون في الجنة؟ هم شيعة فاطمة سلام الله على فاطمة، تلتقط شيعتها في ساحة المحشر كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. إذن لما تقول يا فاطمة تروح على اليسار، يا علي تجي على اليمين إن شاء الله. الآن نزلوا إيدكم المباركة، أنا أقرأ لكم بعض الأبيات الشعرية، وإن شاء الله راح نبارك هذا العيد المبارك للإمام أمير المؤمنين ولسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بمولد الحسن المجتبى. في اليوم وقت السحر الإمام الحسن عليه السلام ولد يوم 15 من رمضان. واللطيف اللي فرحني شوية اليوم بعد الإفطار أخبروني عزيز الحاج سلمان إجي قال 2 أطفال ولدوا اليوم اسمهم خلوا حسن وأخذوا جوائزهم إن شاء الله. منا إلى باشر المغرب أي ولد ولد خليتوا اسمه حسن تعالوا أخذوا جائزتكم، بس الجائزة ثمينة عند الله. وأي بنية اسمها فاطمة تعالوا أخذوا جائزة والجائزة الأثمن عند الله. وفي أكناف وأطراف العالم بعض الأخوة من لبنان دزولي مسج جنون وإحنا خم سلمان بنت فاطمة إن شاء الله الجوائز موجودة عند رسول الله وعند الله، إن الله لا يضيع أجركم فردا فردا إن شاء الله. أفراح الليلة القادمة إن شاء الله بمناسبة يوم ميلاد الإمام المجتبى يوسعون عليكم جوائز جدا ثمينة أكثر من 300 جائزة بعد انتهاء المجلس بالقرعة راح يوزعوها عليكم إن شاء الله مؤمنين ومؤمنات الكل إن شاء الله تفرحون بأفراح آل بيت رسول الله عليهم أفضل الصلاة والسلام إن شاء الله. بالحسن الطاهر إيناسي وباسمه طابت أنفاسي، بالحسن الطاهر إيناسي وباسمه طابت أنفاسي، وأبارك طلعته الغراء لنبي الجنة والناس ولأمه فاطمة الزهراء وعلي تاج على راسي، وأبارك ميلاد الحسن لحسين السبط وعباسي، أشربت ولاء ابني طه والخالق قد أحكم ساسي، فمواليهم أهل التقوى ومعاديهم كالخناس، وأهني أهل الإيمان وأقدمهم وردة ياسي. سيرفع الورد بإيدك. وأغني أهل الإيمان وأقدمهم وردة ياسي، وأصلي على الحسن الزاكي وبذلك أبدي إحساسي، صلي وحي السبط الأكبر كي تسلم في الدهر القاسي، أطر فاك بذكر محمد بذكر محمد واخرج من شر الوسواس. ارفع ايدك يا علي مبارك، يا فاطمة ما شاء الله، خلي العالم يشوف يا علي يا علي يا فاطمة مبارك، يا بالورود غنئوا آل العبا، باركوا العيد لآل المصطفى يوم ميلاد.
شاء الله. ما. يا علي يا فاطمة مبارك، يا علي المرتضى. يا علي مبارك، يا فاطمة مبارك، يا علي مبارك، يا فاطمة مبارك، يا علي يا علي يا علي ذكر علي عباده. طلع البدر في ليلنا بالتمام، ليلنا بالتمام، جمع الحسن والفضل بين الأنام، فضل بين الأنام، إنه سبط المصطفى الأطهري، إنه سبط المصطفى الأطهري، بالنسل زهراء ومن حيدري. يا علي مبارك، يا فاطمة، الكل اخر المجلس يصيحوا يا علي مبارك، يا فاطمة مبارك، يا علي مبارك، يا فاطمة مبارك. فجر يوم النصف من شهر الصيام، جاءنا الامام من صلب الامام، نور الافاق كالبدر التمام، فلقد شاع منيرا يثربا، فلقد شاع منيرا يثربا. يا علي مبارك، يا فاطمة مبارك، يا علي مبارك، يا علي يا علي يا علي في يثرب سبط خير البشر، سبط خير البشر، جاء في يثرب سبط خير البشر، سبط خير البشر، طيبا طاهرا شع مثل القمر، شع مثل القمر، فباركوا للجد طه الرسول. يا رسول الله نهنئك يا رسول الله بالحسن، فباركوا للجد طه الرسول، وباركوا للمرتضى والبتول. يا علي بارك لهم، يا فاطمة صيح، يا علي سلطان الوجود، والإمام المرتضى سعد السعود، ثم للزهراء أم النجبة. يا علي مبارك، يا فاطمة مبارك، فجروا أهلنا فدماء تراق، فدماء تراق، جعلوا عيدنا مأتما في العراق، مأتما في العراق، فجروا أهلنا فدماء تراق، فدماء تراق، جعلوا عيدنا مأتما في العراق.
عيني بالأسى والحزن، فتبكي عيني بالأسى والحزن، وتفرح الأخرى. أي والله عيد تفرح عيد تبكي، شو تسوي ها؟ فتبكي عيني بالأسى والحزن، وتفرح الأخرى بعيد الحسن. يا علي يا فاطمة يا أمير المؤمنين أدركني، يا علي ولبنت المصطفى البدر المنير. حسن قد طاب أما وأبا، يا علي يا فاطمة مبارك، ما شاء الله ما شاء الله. العالم يشوف روضة ورد، روضة ورد متحرك. يا علي يا علي الزمان، قد فقدنا الأمان، الأمان 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 الأمان. يا ربي عجل فرج المنجدي، يا ربي عجل فرج المنجدي، هتافنا في فرحة المولد. يا شنو هتافك؟ يا فاطمة مبارك، يا علي مبارك، يا فاطمة مبارك، يا علي مبارك، يا فاطمة مبارك، يا علي مبارك، يا فاطمة مبارك. ربي عجل فرج المنتظرين، ربي عجل فرج المنتظرين. المنتظر هو الإمام روحي له الفداء، والمنتظر احنا، احنا ننتظر هذا الإمام روحي له الفداء، هو ينتظر الفرج واحنا ننتظر، احنا ننتظر الفرج وهو ينتظر، فهو المنتظر وهو المنتظر. ربي عجل فرج المنتظري، أمل الدنيا الوصي الآخري، فسيظهر بعد طول العمر، ينشر العدل ويجلي الكرباء. يا علي مبارك، قد مللنا الأسى والفراق. ارفعوا ايدكم نحو السماء، ايد وردة وايدك تقدي، اطلب من الله سبحانه وتعالى ليلة عيد الميلاد. ربنا قد مللنا الأسى والفراق، الأسى والفراق، ربنا عجل الأمن لأهل العراق، الأمن لأهل العراق. يا ربنا انتقم من الظالمين، وبارك الفرحة للعالمين. يا علي مبارك، يا فاطمة مبارك، يا الله تعبتوا ها، ما شاء الله ما شاء الله. يا فاطمة مبارك، يا علي مبارك، يا فاطمة مبارك. يوم ميلاد الزكي الحجتي، قل إلهي أعطني عيديتي. إيدك إيدك ارفع نحو السماء، اطلب العيدية يلا.
أبيض يوم ميلاد الزكي الحجة قل إلهي أعطني عيديتي واقضي في الدارين ربي حاجتي أتمنى منك عيشا أطيبا يا علي مبارك يا فاطمة مبارك السماء. اذا هاي الوردة تطوكم 20 مليون لتبيع. هاي الوردة خليها ميلاد الامام ليلة مباركة وعيدية من الامام المجتمع. ان شاء الله كل حياتك ورد عزيزي. ما شاء الله روضة ورد الهي شايلين لك ورود هالليلة. ايدكم نحو السماء. ايد تقدي وايد وردة فرحة الميلاد. اسألوا من الله الجميع وين ما قاعدين اما شفاعتهما يا الله. اللهم اكتبنا من أنصار الحسن والحسين. تقبل منا هذا القليل بكرمك وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع. اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.